السلام عليكم مشاهدين، شكرا للمشتركين، شكرا للتعليق ديالكم والتشجيعات. مرحبا بكم في حلقة جديدة غنناقش فيها معكم على واحد الموضوع جد مهم للناس المقبلين على إنشاء شركة واللي عندهم شركة وكيلقاو فيها المشاكل، خاصة المقاولين الشباب اللي ما عمرها ما كانت عندهم تجربة في واحد الشركة، يعني ما خدموش في شركة قبل ما ينشؤوا هما الشركة ديالهم. هادي دزت منها هذيك التجربة شخصية وفهمت بها شي أمور اللي خلتني حتى انا نطور واحد الحوايج غنحاول نشرحها لكم في الفيديو. المسألة كتتعلق بواحد المشاكل كيطراو لكم وانتم يا مسيرين ديال الشركة ديالكم. شنو كيوقع لكم؟ كتلقاو راسكم غارقين في الخدمة، كتلقاو راسكم ما لاقينش حتى الوقت لحياتكم الشخصية، الزوجة ديالكم، الأطفال ديالكم، الأصدقاء ديالكم، حياتك الفردية ما كتبقاش تلقاها، الشخصية ما كتبقاش تلقى الوقت ليها. علاش؟ حيت بحكم ما دوزتيش واحد التجربة وفهمتي بأن الشركات الكبار ولا حتى هما الصغار عندهم واحد التقسيم أساسي. أي شركة في العالم كيكونوا فيها واحد الأقسام، هاد الأقسام كيتمثلوا على الشكل التالي. كيكون قسم ديال الصناعة هو اللي كينتج المنتوج ولا الخدمة، كيكون قسم ديال التسويق الكوميرسياليزاسيون اللي هو الماركتينغ، كدير الإشهار وكتدوي على المنتوج ديالك وكتقابل الريكلاماسيون ديال الزبائن من مورا ما كيشريو من عندك السلعة. كاين القسم ديال المحاسبة المالية، يعني دخل فلوس، خرج فاكتورة، عطي دوفي، دير بوند كوموند، دير هادي، فعل هادي، جيب السلعة نخلصها لك. كاين القسم ديال الشؤون القانونية. الشؤون القانونية سهلة، بعد المرات غتقدر تطيح في واحد الشركة تقول لك نديرو واحد العقد حنايا فيه واحد العام، هالخدمة اللي نديرو كاي تشارج. هذا الشؤون القانونية حتى هي كاينة. والقسم الخامس الاخر كيكون القسم ديال الريسورس هيومان، هو اللي كيتكلف بالصالير ديالك، كيدوز لك لاسي ان اس اس، واش عندك شي ميتوال، خلصتي هذا الشهر هذا، جيتي بغيتي لافونس. والخدمات اللي كاينين في هذه الاقسام كاملين بحكم انت هو المسير وانت هو المدير ديال شركتك، الا كنتي فيها بوحدك راه كديرهم كاملين. ويلا ما عطيتيش الوقت لكل حاجه وفهمتي بان كاينه هذه التقسيمه، كطيح في المشكل ديال ما كتلقاش فين تصد راسك، شويه لهنا وشويه لهنا وشويه لهنا. ويلا فهمتي بان كاينه تقسيمه على خمسه ديال الاقسام كيف ما ذكرت لك دابا، غتفهم بان كل مره خاصك تخصص واحد شويه ديال الوقت للقسم من هذه الاقسام. هذه اول حاجه، وهذا هو النصيحه زعما اللي ننصحكم ديروها في بالكم. اي شركه خاصها تقوم بهذا العمل ديال هاد الاقسام بخمسه، مي خاصك تفهم بان كاينه تقسيمه. علاش كاينه تقسيمه؟ حيت شركتك في غيابك ما يمكن ليها دير والو، الا انت هو المصنع ديال المنتوج ولا ديال الخدمه انت اللي كتقدمها. الى النهار اللي غبتي، النهار اللي طحتي مريض، الكليان اللي عندك ما غيبقاش لاقيك انت اللي تخدم ليه ولا تصاوب ليه داك المنتوج، يعني خدمتك تقدر تحبس. الا سديتي الريدو غير سيمانه، الا غبرتي غير شهر واحد المرضى، ما بقيتيش لاقيش كل اللي يقدم ديك الخدمه. واخا تصح وترجع مشاو عليك الزبائن، حيت الزبائن خاصهم واقفين على خدمتهم، خاصهم يلقاوها دابا ولا غيمشيو عند واحد اخر يقدمها لهم. وهاد التقسيمه هذه كتخليك الا احتاجيتي واحد النهار تجيب واحد الشخص وتقول ليه شوف انا كثرت عليا الخدمه، انت مع راسك كتقول كثرت عليا الخدمه في هذا القسم هذا، انايا دابا كندخل واحد المدخول اللي هو مزيان، غنجيب واحد غنبدا معاه حتى هويا بشويه بسميك، وغتقول غنجيبوا القسم من هاد الاقسام. مثلا في التسويق مثلا يقابل لك غير الكليان اللي كيبقى يرجع ولا اللي كي عنده شي ريكلاماسيون ولا هذا، ويدير لك الاشهار وهاد الامور كتجيبوا انت عارفه بانك غتجيبوا في القسم ديال التسويق. كتقريه، كتوريه، كتوضح ليه ها شنو انا كندير، ها شنو كيدير، ها شنو كيدير، بحكم نتايا ضابط هاد التفريقه ديال خمسه الاقسام عارفه فين غتجيبوا. الا بغيتي واحد اخر عاوتاني تجيبو يقابل لك الماليه، كتجيب واحد الكونترولور جيستيون كيبدا معاك حتى هو بشويه، مي انت عارف شنو هي الخدمه اللي غتعطيه يديرها لك. بهذا الشكل انت كتفرغ وكتمشي تقابل حاجه اخرى. النهار اللي غتجيب واحد كيصنع كيصوب داك المنتوج ولا كيقدم هذيك الخدمه في بلاصتك، الا جبتي غير هاد ثلاثه الناس وانت يا خديتي اجازه مرضتي الله يسر الله يحفظ، راه خدمتك وشركتك كتبقى تقدم الخدمات للزبائن ديالها. مي اول حاجه فهم بانها كاينه هاد التقسيمه. هاد التقسيمه انا نعاود لكم الا ما احترمتيهاش شنو كيطرا لك. مثلا انت مرون وما عارفش التقسيمه، مي كاينين الارباح،
خدام صباح وليل كتدخل الفلوس، كتقول انا هادشي طلع ليا فراسي غنجيب شي واحد يقابل ليا مثلا الفاكتورات، عطي فاكتورات اللي بغاها كتجيب شي واحد. نتايا خارج كدور كعطيها للقهاوي، عطيها للصحاب، تجمع العائله، كتمشي طرا لك هذا كيعيط لك يقول لك فلان انا يا راه هذا وهذا وهذا وهرقت، وجيب شي واحد يقضي معاك. قلق سيفيات صافي، هو يا كيمشي كيجيب السيفيات ديال عباد الله الدراري البنيتات، كيلقى شي واحد ولا شي وحده كيقول غنجيبو ولا غنجيبها نعطي هذيك الخدمه، كيجيبها كيقول لها انت قابله ليا وديري ليا وفعلي ليا صافي. كدوز واحد الشهر شهرين، نتايا باقي كتجي كتشوف الامور، كتمشي كتجي كتشوف الامور، واحد النهار كيطرى مشكل، كيبدا واحد يقول لك الزبائن في تليفونك الخاص، الو فلان راه المشكل طرا والمشكل طرا، لا علاش كيفاش؟ انت كتكع اللي كترجع للخدمه ديالك وكتشوف فين هو المشكل، كتلقى هذاك الشخص اللي جا اخر واحد ما دارش خدمته باحسن طريقه، كيفاش كدير لها؟ لا راه ماشي هكا خاصها دير، خاصك ديرها بهذا الشكل وبهذا الشكل. مي هو مسكين حيت جابو الاخر الاولاني، والاولاني انت اصلا ما جبتيهش بواحد الطريقه اللي تكون فاهم فيها التقسيمه، جايبوه على هذا الغرض. هو حتى هو ملي كيجيب واحد اخر كيولي يقول ليه جيب ليا فعل ليا ترك ليا، وكل شيء كيكون مرون حتى كيوقع الغلط اللي كيطيح من المصداقيه ديال الشركه ديالك. وبهاد القصه اللي عاودت لكم هنا كيبانوا واحد جوج ديال النقاط. كاينه النقطه ديال كتسلم الامر ديالك، يعني جبتي هاد الشخص هذا وانت ما فاهمش، راه بحال سلمتي ليه الامور وقلتي ليه واقضي من عندك. والعكس ديالها هي كتجيب في واحد كينوب عليك، وملي كتجيب شي واحد كينوب عليك على حساب قوانين ديال واحد ينوب عليك، كتجيبو ينوب عليك في اطار وفي حدود الصلاحيات اللي عنده، ما كيتعداهمش، ما كيديرش قل منهم وما كيديرش اكثر منهم، كيكون عارف راسو واش غيدير بالضبط فوسط داك الاطار اللي معروف. انت جبتك في قسم ديال الماليه غدير ليا دفع ليا، انت جبتك في قسم ديال التسويق غدير ليا دفع ليا، انت جبتك في قسم الانتاج ما تخرجش على الانتاج ديال المنتوجات ولا ديال الخدمات، انت جبتك عاوتاني في الاراج دوز الصالارات لهاد الناس، هذا ما تزيد عليها ما تنقص عليها. اما الى سلمتي امرك لواحد اخر هو اللي يدير حتى هو كيف ما كنتي داير حيت مرونها، راه كيتخلقوا المشاكل. هذه هي النصيحه اللي نبغي نعطي للشباب اللي مقبلين على انشاء شركه ولا كيسيروا شركه ولاقين المشاكل فيها. الا احترمتي وفهمتي بان كاينه هاد التقسيمه في وسط الشركه ديالك، غتبدا تخصص لكل قسم من هاد الاقسام وقيته ديالها. الانتاج غديروا الصباح والخدمات الاخرى تخليهم للعشيه، وبالتالي غيبان لك مع الوقت ومرور الوقت المردوديه ديالك تزادت، والنهار اللي غتقدر تجيب واحد اخر تخدمه وتخلي ليه الخدمه وتزيد غتقدر عليها، حيت طبقتي هذا القانون وقاعده اساسيه في تسيير الشركه. نتمنى تكون نالت اعجابكم هذا الفيديو، وهذه مازال ان شاء الله نجيكم بحال هذه المواضيع اللي نشرحوا فيها واحد النقاط اساسيه للشباب اللي مقبلين. خليتكم على خير، ما تنساوش تلايكيو لا شين، تابوناو لا شين الناس الجداد، تلايكيو لا فيديو، بارطاجيوها مع اصحابكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا.